أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل توجد سنة يقال لها سنة الوضوء؟ وهل يجوز أن يصليها المسلم بعد العصر وقبل المغرب؟ نعم، هناك سنة تسمى سنة الوضوء، فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، كما في حديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الجنة فوجد بلالا أمامه سبقه في الجنة، فما هو العمل الذي فعله بلال؟ فقال: يا رسول الله، ليس إلا أني كنت إذا توضيت وضوءا صليت بعده ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدل، وأما كونها سببها الوضوء، فمن العلماء من يرى أنها تفعل في وقت النهي بسبب، ومن العلماء من يقول صلى في وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت، فهذا يمشي على الخلاف. ولعل الأرجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي مكان.